نجم ستار اكاديمي عملتها ازاي؟ بص انا عايز اقول لك اصلا في ستار اكاديمي الموضوع جه يعني انا كنت بتكسف جدا وانا صغير، يعني انا دخلت ستار اكاديمي كان عندي 17 سنه يعني، فكنت بلحن بس في الوقت ده وبعزف مزيكا وأورج وفي المدرسة، وكلسة كنت طالع بقى مخلص ثانوية وداخل في أولى جامعة، وبقى أصحابي كان ساعتها مسمع قوي البرنامج، فأصحابي بيقولوا لي في بنات ممكن ننزل نظبطهم ومش فالموضوع يعني انت رايح اساسا انا رايح جاي بالجيتار أنا بتاعي جاي انا مبسوط والله، وحطيت الاول بقى البتاع الدوني بتاعي كده واستماره الاول كان ب 15 جنيه بتشتريها، وما كانش كل الناس اصلا اشتريتها، هي المفروض ببلاش، فراح هم الناس اشتريتها، واحد جه اشتراها وباعها زق زودة بقى للناس، فاشتريتها ب 15 جنيه وقتها، وبعد كده ادوني بتاعها كده حطيتها هنا رقم ودخلت. فانا كنت داخل ما كنتش سامع البرنامج قوي لان كنا لسه في البدايه، نغم مساء الخير البنات الحلوه اللي هنا فين لو سمحتوا يا جماعه، البنات الحلوه اللي هنا فين. فالمهم كنا رايحين نقضيها، واصحابي بقى رايحين فاكرين ان هم هيخشوا كده، دخلت انا في الاخر وهم ما دخلوا وهم ما دخلوش. بس انت لجنه التحكيم هي اللي ادتك لقب الافضل، ودي تعتبر جايزه كبيره برضو. بص هو يعني عشان انا عملت اغاني كتير جوه البرنامج، الاغاني دي كلها ضربت يعني، كانت الواد اماح مش قلت هتنساني ان شاء الله من اول مره، كانت اغنيه لبنانيه انا والبنوته اللبنانيه اللي كانت معايا تينا، فالاغاني دي كلها عملت شغل واشتغلت ديجيتال واشتغلت هناك معاهم فكسبوا، ففي الوقت ده اعتقد انه عشان كده ادوني لقب تاني وهديه برضه. بس انا عارف يعني انا كنت هسالك انت بتاع بنات، وبعد كده انت جاوبت على السؤال خلاص، انا كنت رايح اظبط واتظبطت. لا انا كنت زمان بتاع بنات، بعد ما مراتي جت خلاص الموضوع مسيطرة، فاهم؟ مسيطرة كلهم بيقولوا كده. طب عايز اعرف منك